كما لاحظنا في الاسبوع الماضي على اساس ان المكونات ديال الفريز ما كيجعلنا الا اننا نفكروا في الاستعمال ديالها في الحياه اليوميه ديالنا إيه. وخاصه اننا حنا في الموسم ديالها اللي ما لها من الفوائد الغذائيه الاملاح المعدنيه اللي كاين فيها راه المستمعين الكرام سمعوها كامله الفيتامينات اللي كاينه فيها اسمعوا المستمعين كذلك كامله بل اكثر من ذلك فيها ما يسمى بليزونتي اوكسيدون منهم لي فلافونويد منهم لي تربينويد ومنهم كذلك لي زونتوسيانين هادو كلهم غادي نشوفوا الفوائد ديالهم من خلال الحلقه ديال اليوم ان شاء الله اللي غيتبين لنا بانه هذه الفاروله ليست فقط ماده غذائيه بل كذلك الى خداها الانسان ممكن انه يشوف راسه كيتحسن في واحد المجموعه ديال المحطات في العضلات ديالو في الاعضاء ديالو في المكونات ديال الجسم ديالو. انا شفنا معك الاسبوع اللي فات ايضا ان فاكهه الفريز هي غنيه بزاف بفيتامين سي يعني نقدروا نعادلوها مع الليمون يعني يعني في التساوي بين الى خديتي 9 ديال الفريزات ممكن تكون بحال خديتي 5 ديال الليمونات 9 ديال الفريزات بما ان المكون ديال يعني لا فيتامين سي اللي كاينه في الفريز يعني قويه بواحد الشكل تجعل الانسان انه في هذه الايام يستفد من الوجود ديالها قبل ما تمشي الموسم ديالها فاحنا الخطا اللي كنقوموا به وبعض المرات كتكون هناك يعني فواكه وخضروات موسميه اللي الفائده ديالها على الجسم ديالنا كتكون عظيمه جدا ولكن بما انني ما كنحملهاش اولا بما انني ما كنقبلهاش ما كندخلهاش للذات ديالي وبالتالي كنلقى راسي بانني كنضيع الفرصه من انني نستفد من العناصر المغذيه اللي كاينه فيها. فكما قلنا في الاسبوع الماضي المكونات الغذائيه اللي كاينه فيها من خلالها غادي نحاولوا نهضروا على ما هي الفوائد الايجابيه اللي غتقدر تتبتع بها الصحه لما غتاخذ يعني الفراوله او لا ما يسمى كذلك بالفريز. فلما كتاخذ الفريز بكميه يعني معتدله ممكن انها تحمي الذات من الاصابه بالتهابات المفاصل، وحنا لما كنتكلموا على التهاب المفاصل بمعنى انه كاين هناك يعني تعثر في العمل ديال الجسم فواحد اللي السبب ديالو واحد مجموعه الاختلالات يا اما كتكون هرمونيه او لا فيزيولوجيه او لا ميكانيكيه وبالتالي التغذيه ممكن كذلك تلعب دور ديال انها تقاد لنا هذه الامور هذا بفضل الاحتواء ديال الفراوله على كميه كبيره من المضادات ديال الاكسده والسوائل هذيك المضادات ديال الاكسده وهذيك السوائل اللي كاينه فيها فهي قادره على اساس انها كتخلص يعني المفاصل ديالنا من هذوك لي زاسيد اللي كيجيو من الماكله ديالنا في الوقيته اللي كناكلوا نكثروا من الماكله تصور كينوض في الصباح كياخذ الانسان ما بين 6 حتى 7 الوجبات في النهار 6 حتى 7 الوجبات في النهار ضربها في 365 يوم شوف شحال ديال الكم ديال النفايات اللي غيكون عنده في الجسم ديالو وهذه النفايات كتكون على شكل الاحماض عضويه لي زاسيد اورغانيك هذوك الاحماض العضويه الى ما لقاش الجسم انه بحال يقاومهم بالماكله اللي كتجي من برا غيبقى يهز من 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 المكونات ديالو ويبقى يحاول ينتراليزو بهم الى ما لقاش الاملاح المعدنيه في مثلا في الفراوله الى ما لقاش الاملاح المعدنيه مثلا في الفريز غيكون مضطر انه يهزها من العظم ديالو غيكون مضطر انه يهزها من اللحم ديالو غيكون مضطر يهزها من الشفار ديالو ويهزها من الشعر ديالو اكيد غيوقع خلل في مناطق اخرى وبالتالي كيكون هناك خلل في مناطق اخرى هادشي علاش خاص التغذيه ديالنا تكون متوازنه وسيرتو اننا خاصنا ناكلوا شي حاجه اللي فريمون تكون غنيه بمجموعه من الاشياء اللي كتحتاجها الذات ديالنا باش هكا كنعرفوا باش ما يكونش خلل طبيعه الحال الا كانوا امراض اخرى ولا اعراض اخرى على مستويات بالجهاز ديالنا اكيد راه كيمشيو عند تخصص اللي هو مطلوب كان طبيب عظام او لا اي تخصص اخر كيمشيو نشوفوا الداء اشنو لكن التغذيه ديالنا ضروري خاصها تكون منتظمه لان كنشوفها كتدخل بجف ديال الامور صح اليوم كنتكلموا على الفخيز والفخيز اللي شفنا كيف قلت لك ديك المره فريمون قيمه غذائيه عاليه مجموعه من الفيتامينات مجموعه من المواد اللي هي كتحتوي عليها الفاكهه ديال الفخيز شفنا المعادله ديالها شفنا الانسان كيفاش ياخذها عصير مع الماء شفنا ان حتى مع الحليب على حسب الناس شنو كيبغيو اولا مع الليمون كل هذه اشياء اللي هي جميله لحد الان في الفاكهه ديال الفخيز هنايا كيفاش يمكن لنا الجسم يستفد منها 100% يعني كنعرفوا ان قلنا المعادله ديالها ما بين ليمونه و9 ديال الحبات يعني كتعطيك واحد القيمه ديال الفيتامين سي واش هاد 9 الحبات فقط هما القيمه ديالنا ديال الفيتامين سي اللي كيحتاجو الجسم ديالنا اولا كاينين طرق اخرى باش اننا نعادلو ونغطيو الاحتياجات ديالنا من الفيتامين سي والفيتامين سي كما قلت لك الا خديتي 9 ديال الحبات نعم
غالبا كتاخذ الاحتياجات ديالك من 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 لا فيتامين سي ايطون دونيك انك حتى كتاكل حوايج اخرين ما كتاكلش غير غير الفريز وداك النهار وهذوك المكونات اللي كتاكلها كل وحده كتجيب لابار ديالها شويه فكتلقى فقط بتسعود ديال الحبات زائد داكشي اللي كليتي في الحياه اليوميه ديالك ممكن انك تستفد افاده عجيبه وعجيبه جدا وانك تاخذ الكافي من 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 المكونات ديالك من الاحتياجات ديالك من لا فيتامين سي. انا سؤالي فقط يعني الفخيز انت كتفضل يتكل هكاك كيكون استفاده منه اكثر اولا ان فوالا يعني هكاك فاكهه هكاك نقطعوها وناكلوها اولا كتفضلوا انه يتعصر اولا حيت شفنا معاك بزاف المرات ان كاينين بعض الفواكه وكاينين بعض الخضروات اللي كتفضل انه يتخادوا معصرين باش كنقتلوا لهم داك لي فيبر ديالهم وما تيبقاوش يعني قويين بزاف على المعده. لي فريز شنو شنو بالنسبه لي فريز كيدخل في الفواكه ولما كنتكلموا على الفواكه كنتكلموا على الالياف ديال الفواكه. الالياف ديال الفواكه كتكون رطبه شويه نعم وبالتالي لين على الامعاء ديالنا والمعده ديالنا ما كترهقش العمل ديال المعده ولا الاثنى عشر ولا الامعاء الدقيقه ولا القولون وبالتالي ممكن انني لذلك جميع الفواكه كنقول ان الانسان من الاحسن ياكلها لكن الخضروات هي اللي كنهضر عليها انها تكون عصير الالياف ديالها شويه قاصحه الالياف ديالها مسلوقه وخاصه الناس اللي عندهم وعكات في سميتو في الجهاز الهضمي ديالهم من الاحسن ياخذوا الخضروات على شكل عصير فهاد الطريقه ديال الاستعمال اللي هي تكون عن طريق الاكل ديال الفراوله ومن الاحسن تكون كتكال وهي مثلا ديال الموسم وما تكونش تحولات ممكن انني نخزنها كما جاء على اللسان ديال الاخت جميله قبل قليل يعني. الكيفيه ديال الاستعمال ديالها ممكن انني نحطها في الثلاجه ونخليها واحد المده طويله لكن كل ما كليتها طريه كل ما احسن ممكن كذلك نصوبها كونفيتور ولما كتمشي كتصاب كونفيتور مثلا في لا فيتامين سي كتمشي ليا منها 15% من القيمه الغذائيه ديالها دونك الا مشات ليا بمعنى انه هذيك الكونفيتور ممكن نخليها بحال كوسيله ديال الاحتياط فاش يخرج من الموسم ديالو عاد نبقى ناخذ اللي سميتو الفريز على شكل على شكل كونفيتور اما ما حدو معايا الان فعلاش ما نستافدش من الفوائد والقيمه الغذائيه ديالو. عندي سؤال فقط هنا سيدات جميله بعض المرات كنخليو الفريز اللي تيكون طايب بزاف تنقولوا هذا هو اللي غنخليوه الكونفيتور يعني كيكون طايب بزاف ما بغيتش نقول مصطلح لاخر دونك هنايا واش فعلا منين كيطيب الفريز وكيولي الشكل ديالو ما قابضش راسو واش فعلا صالح اننا نعملو به ان كونفيتور ولا خصنا ما نتناولوش؟ هذاك هو اللي خصو يتكال نعم هذاك هو اللي خصنا نبداو به هو الاول نعم لان سميتو جميع الامور اللي كاينه فيه تم التخمير ديالها بالشكل النهائي ولما كتولي الفاكهه خامره وانتهت العمليه ديال لافيرمونطاسيون ديالها كليا انذاك كتكون العناصر الغذائيه الكليه مجموعه فيها وبالتالي هو بزاف الناس ربما ملي كيشوفوا المنظر ديال الفاكهه ربما مشات يعني فات النضج ديالها ولا هذا الانسان كيقول كي عندك لا تكون عندها ضرر على الصحه ديالي الا خديتها انا هكاك حتى ملي كنمشيو نتقداو يعني نهضروا صراحه ملي كنمشيو كنتقداو كنعزلوا من الاشياء احسنها حاجه اللي كتكون قابضه في راسها مع هذا الاشياء اللي كنشوفوا اللون ديالها واش حمراء راه دونك ناضجه مزيان اما في الفواكه والخضروات تيلا خليناهم في الدار غير واحد الوقيت وفعلا وصلوا لواحد الدرجه ديال انهم فاتوا النضج ديالهم ولين فعلا كيف قلتي هدى كنقولوا لا هذه ما خصهاش تكال راه مازال حتى الثمن ديالهم تكون ارخص ملي كتمشي للسوق كتلقى ذاك الفواكه اللي فايت الطياب ديالهم كتلقى ثمنهم رخص انا باغي بحال مثلا بغي غير خاص يحيدهم او لا شي حاجه فكتخاف الانسان على صحته الشيء اللي كنتكلم عليه دائما على البنان لانه هو المقياس العجيب دابا البنان عند الخضار لما كتمشي كتلقى ذاك البنان اللي بدا كيخمج عنده كتلقاه حاطه في بكربه بحد بعيده وثمن ديالو رخيص ولكن والله العظيم هو اللي كناخذ هو اللي المنفعه ديالو اكثر هو اللي كيكون كما قلت لكم لا ماتوريتي ديالو كملات وعمليه التخمير ديالو كملات وبالتالي لما كيدخل الجسم ديال الانسان ما تخافش منه انه يدير لك لا كونستيباسيون راه هنا كيخافوا الناس على الصحه ديالهم راه قلتها لك اون فوا كيشوفوا شي حاجه اللي فريمون بين قوسين خماجات كيقولوا واش غضرنا صح دابا وبالتالي داكشي علاش هاد المناربر هادي وسيله من الوسائل ديال ان تنور نعم. الراي العام لما كتنورو كتقول له ودي الان شنو هو الطريقه ديال التعامل ديالك مع الفواكه والخضروات قلنا كاين هناك مجموعه ديال المحطات المحطه الاولى هو انني كناخذ الحاجه اللي كتكون صغيره في الحجم لان كل ما كانت صغيره في الحجم كل ما غتكون خاليه من دوك لي بيستيسيد اللي يقدروا يكون لهم انعكاسات سلبيه على الصحه ديال الانسان هذه رقم واحد ثم كنمشي للمحطه الثانيه كنشم الرائحه
ديال الفروي. دابا الفريز عنده واحد الرائحه خاصه كنشمها، الا كانت فيها الرائحه ديالها كتقول الا بخي لا ماتوريتي ديالها كلها. ثالثا لما كنجيبها للدار عندي كنحطها في واحد البانيو، وهذاك البانيو كيكون فيه الماء اللي القدر ديالو اللي فيه شويه الملحه 30 غرام في اللترو ديال الملحه، الملحه العاديه وكان يعني الملحه العاديه وكنخليها مده ديال 10 دقائق باش حتى الا كان هناك لي بيستيسيد في داك فوق القشره ولا فوق داك الغلاف ديال الفاكهه ولا ديال الفريز، هذاك الخاصيه اللي عندنا في الملحه عجيبه جدا. الا كانت داك لو برودوي توكسيك كاين لاصق في لابو ديالها، شنو كيدير هو كيمشي يحيدها ويلصق في بلاصتها، وكانه كيدير ان رو لارجاج كيرمي هذوك سميتو دوك المواد السامه، كيقلعها من فوق لابو ديالها، وديك الساعه بغسله عاديه لما كدوز 10 دقائق بغسله عاديه كتحيد جميع الشوائب اللي كتكون لاصقه في في في, في الفاكهه، ثم من بعد ذلك لما كتجي غتاكلها ما كتشدش الملحه يعني ما كتلصقش، لا غير غتشليها عاوتاني تشليها، لان الدور ديال الملحه شنو هو؟ كنديروا داك لو فينومين دو رو لارجاج، كيلوح الماده السامه وكيرميها في الماء الماده الملحه، لكن لما كتسالي 10 دقائق كتهز داك الفريز كله او لا داك الفروي كله وكدوزو عاوتاني في الماء باش يتغسل حتى ديك الملحه ما تبقاش فيه، ولما كتجي تاكل كما حتى كتحس بان الفاكهه ما فيهاش ديك البنه ديال الملوحه. وسيرتو ان الملحه كيكون عارفوا انا بحال اللي كترطب هنا بحال اللي كترطب ديك القشره اللي كتكون هنا باش تحيد حيت كترطب وكترمي لك سميتو دوك. انا بالنسبه ليا المهم هو ان ترمي ليا السموم اللي تقدر تاثر عليا. اللي شفنا ان فيها بزاف ديال الفوائد والقيمه الغذائيه ديالها العاليه. هنا مازال كنشوفوا قيم اللي فيها قيم غذائيه اللي كاينه في الفريز، شفنا انها مزيانه للصحه، شفنا انها مفيده للذات ديالنا، الاحتواء على هذه المواد هذه. شنو الاشياء الاخرى اللي نقدروا نتكلموا عليها على الفاكهه ديال الفراوله؟ نكملوا المساله الرابعه الا وهي لما يجي ياكل الانسان ذاك الفاكهه حتى وان كان فيها شوائب، حتى وان كانت فيها امكانيه ان تصاب الانسان بالسموم ديالها، كان كيتقال ذاك الدعاء المعروف بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولكن ضروري شويه ديال التنظيف، ضروري شويه ديال ان الاحتياطات اللي تخاد في هذه المواد، لان سيرتو انها كتكون بحال كنقولوا التوت او الفراوله شي حاجه ديال الارض، يعني خاص فريمون ان الانسان يحرص على النظافه ديالها باش ما يضرش الصحه ديالو. ولو حنا الاحتياطات كتخذها كوقائيا، علاش كنظفوا كنديروا كيف قلتي الطريقه الاولى ديال الملح. كاينه طريقه اخرى اللي فعلا ان السيده تعاونها في الكوزينه ديالها باش انها تنظف الفواكه والخضروات ديالها، وهي اللي تكلمنا اليوم عندنا قلنا اربعه ديال المحطات. المحطه الاولى هو انك كتختار الفاكهه اللي الحجم ديالها يكون صغير. المساله الثانيه لما كتجي كتشم الرائحه ديالها، واش رائحه واش مكتمله الرائحه باش تعرفها بان الي ميغ وفيها المواد او العناصر الغذائيه اللي غتستافد منها. والمساله الثالثه هي لما كتجيبها للبيت عندك كتحطها في واحد البانيو اللي كيكون فيه الماء والملحه، اريزون ديال 30 غرام ديال الملحه في كل يطرود الماء، وغتحط فيها داك الفروي ديالك وتخليه مده ديال 10 دقائق باش كيحيد كاع دوك السموم اللي كاينه لاصقه في لابو ديالو. ثم من بعد ذلك لما كتسالي كتمشي تغسلو اون دوزيام فوا باش كتنقيه من جميع. حتى هنا مزيان، هنا راه تاكدنا ان خلصناه من كاع الميكروبات. وحتى وان بقي وكان هناك تخوف كيكمل الانسان بالدعاء ديالو ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذه بالنسبه للاشياء ولا الطرق اللي ممكن ان الانسان يشري بها جميع الانواع ديال الخضروات وجميع الانواع ديال الفواكه. وتكلمنا على الفريز وقلنا بانه كيلعب دور ديال انه كينقي المفاصل، ثم كذلك كيلعب دور ديال انه كيكون وسيله من او وسيله من الوسائل ديال الوقايه من السرطان. لماذا؟ احنا قلنا بان في التكوين ديال 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 الفريز موجود مجموعه ديال المضادات الاكسده، وحنا كنعرفوا ما بين الامور اللي كتكون سبب في ظهور سرطانات في الجسم ديال الانسان وهو المضاد المواد المؤكسده، لان ممكن ان تدخل لي حتى العمل الوراثي وتخلق لي فيه الخبطه، والخبطه كتعطيني مشاكل بعديه. اذا باش نحمي راسي من هذا الامر هذا ينصح غذائيا بانه يكثر الانسان من الاكل ديال الاشياء اللي فيها مضادات ديال الاكسده. ما مثلا بحال دابا قلنا بان سميتو الفريز فيه لا فيتامين سي. لا فيتامين سي الا مشى قرا عليه الانسان في الابحاث العلميه غيلقى بانه من المضادات ديال الاكسده العجيبه جدا. وبالتالي حتى دابا فاش كنبغيو نقلبوا على شي ماده غذائيه جديده ما عرفناش واش عندها شي خاصيات مهمه، كنشوفوا لا كنشوفوا واش فيها
مضادات الاكسده وكنقارنوها مع لا فيتامين سي. القوه ديال مضادات الاكسده مع لا فيتامين سي، بمعنى انه سميتو القاعده عندنا هي لا فيتامين سي، لا اللي كتلعب دور ديال انها كتحميني من سميتو من ظهور الجذعات الحره. لكن فاش كتكون عندي اون بلونت جديده اللي خرجت لبرا ولقيت مثلا البقوله، كنجيبها عندي اللابوراتوار وكندير لها تحليله واش فيها مضادات الاكسده. الا فيها مضادات الاكسده مقارنه مع ماذا؟ مقارنه مع لا فيتامين سي. ومن تما عاد كنمشيو نقلبوا اشنو هي الانواع، الا ما كانتش فيها لا فيتامين سي اشنو هي الانواع الاخرى ديال مضادات الاكسده اللي كاينه فيها. اذا الواحد خاصو ضروري انه يكون عارف الماده اللي كياخذ، ربما درس عليها او قرا عليها او لو مسول على الاقل الناس ذوي الاختصاص باش يعرف هذه الماده الغنى ديالها بالمواد او الفيتامينات اللي خاص كيحتاجها الجسد ديالنا واللي فعلا كتكون مضاده للاكسده. صح. ولما كتكون عندك المعلومه الكافيه كتاكل وانت مرتاح. حتى الله سبحانه وتعالى كيقول لك ان الله يحب ان يعبد على علم. في الوقيته اللي كتكون عالم بالاشياء كترتاح الجسم ديالك وكتعرف بان هذيك الماده غادا تادي الواجب ديالها واحد المكان معين ولو قليل، يعني كنبقاو موسوسين وهذا الشيء كياثر علينا داخليا نفسيا. صح صح. وبالتالي هذا كما قلت لك هذه المنابر هذو وسيله من وسائل توعيه المستمع الكريم باش يكون على بينه من الامور اللي كياخذ. ها هي قدامه الاشياء العجيبه جدا، وبعض المرات كتلقى كيقول لك ما كنحملش الفريز. يا ودي الله يهديك، راه ماشي قديمه ما تحملش الفريز. الفريز فيه من الاشياء اللي ممكن انك دير لك الوقايه من انك تطيح في واحد المجموعه ديال التوعكات المستقبليه في الحياه. هنا تكلمنا على الفريز، نتكلموا على الكميه. حنا كنعرفوا كاين الناس اللي ربما ملي كيجي الموسم ديال الفاكهه او الخضروات كيبدا ياكلها اليوم غدا اليوم غدا، يعني كيبدا ياكلها بواحد الكميه بزاف. حنا كنقولوا اذا زاد شيء حد خلب الضي. هنايا واش فعلا شنو هي الكميه المسموح بها من الفخيز؟ وكذلك كيفاش ياخذ الانسان وتقسيمه على النهار تقريبا؟ هو كاينه قاعده في المجال ديال التغذيه كامله. انا عندي البطن ديالي، ماشي هو البطن ديالك، ماشي هو البطن ديال لهدى. عندنا واحد القاعده اللي هو كيقول لك ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. هاد الثلث ديالي واش هو ديالك؟ لا. واش هو ديال اختلاف. كل واحد عنده تقريبا الثلث ديالو، ولكن انا باش غادي نعرفه؟ هذه وسيله وطريقه ممكن ان الانسان يستعملها باش يعرف شنو هو الثلث ديالو ويعيش اليوم ديالو ممتاز، ياكل اللي بغى ويعيش اليوم ديالو ممتاز. اشنو هو؟ كنشد واحد طاجين مثلا، كنعمرو، ولكن كنعمرو بالماكله وكنعبرو، كنعبر كنشوف شحال ديال الخضروات اللي كاينه فيها، وكنبقى واحد النهار كنقول غادي هذا النهار غادي نتكرفس على الكرش ديالي، نبقى ناكل 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 حتى تسد ليا الفم ديالي، حتى يتسد الفم ديال المعده ديالي. تحس انك شبعت. نحس براسي ماشي غير شبعت، تخمت يعني. حتى تخمت وقربت كاع نخرج داك الشيء اللي عندي في الكرش ديالي. وكنمشي نعبر. نفتي الشبع. اييه، وكنمشي نعبر داك الطاجين ديالي، وكنشوف لا ديفيرونس. مثلا لما كليت كنت لما عبرت الطاجين في الاول لقيت فيه 4 كيلو. نعم. وبقيت كناكل 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 حتى تسدت لي النفس ديالي ومشيت نعبر. لقيت بقات كيلو تما، بمعنى شحال بقات دخلت لي الكرشي؟ ثلاثة. نعم. ثلاثة، دونك الثلث ديالي شنو هو؟ هو الأصل هو كيلو. نعم. كيلو. دونك غيولي عندي كيلو ديال الماكلة في النهار، وكيلو ديال الماء، والباقي كيبقى النفس ديالي. نعم. نفس أنا عرفت دابا، أنا عرفت بأن عندي الكمية ديالي اللي خصني ناكل هي كيلو. فهذيك الكيلو كناخذ 30 حتى 40% ديال الفاكهة، والباقي كيكون كله خضروات. نعم.